كل عام وانتم بخير، حياكم الله. فكل عام وانتم بخير. طبعا زينا البيت، شفت التزيين اللي ورا بوريكم اياه. ها مبسوطين؟ حلوين. على كل مشاهدين ام بي سي في كل مكان، عيد سعيد، عيد مبارك. اخر ايام شهر رمضان تقول في العيد مبارك. يا رب يعيد علينا كلنا يا رب زهر. بالخير والبركه والامان، وان شاء الله تعدي الازمه اللي احنا بنعيشها دي. السلام عليكم، معاكم عام وانتم بخير. خليكم بالبيت ولا تطلعون من البيت، يمكن بيتكم الكورونا، ولما تطلعون شيء مهم عقمويتكم البسوا كمامة فهد، سوي لكم حفلة على الأقل، ولا تطلعون وهذا زينا البيت بالبالونات، وبهذه مش مكتوب عيدكم مبارك، والبالونات بعد مكتوب عليها زين، يعني سوي لكم جو، سوي لكم جو في العيد، سوي لكم فعالية. اوكي يلعب حسون. هذا برنامج عيد في بي سي بعد.